المنطقة القديمة كلها يعني هسه تفترى عليها، بس اللي منظمات اللي عمرتها، اما الحكومة ملتهية يا اخي، ملتهية بالبوق وملتهية كلها مصالح شخصية. والله هسه انا بالنسبة لي بالقديمة مسجلة برفاعي، اي والله العظيم، والله مسجلة قبل يعني بنهاية الرفاعي، بين رفاعي وبين تموز، اي والله، والله 25 30 ما عندي شغل، والله ما عنده بغت على الله يا اخوي، شوف ما يبطل، شوف ايش يعمل يا اخي، كل اشتراكات يعني معقوله. واهل القديمه يعني اكثريتهم رجعوا بيوتهم، اكو مدارس ابتدائيه بس اعداديه مال بنات ماكو، اكو باب سنجار، اكو غير مكان، اقول لك هسه انا من الفاروق مسجل برفاعي والله. زين لو عادت هذه المدارس واستحدثوا مدارس جديده ممكن راح تساهم بعوده هالشون يا اخوي، هذه حتى الانسان ما يفكر لا باشتراك، وقريبه المدرسه عليهم، ممكن كثير ناس ما رجعت على مود المدارس، على المدارس وعلى مود بيوته يا اخي. نعم. يعني البيوت ترى للحكومه كل شيء ما عوضت يا اخي، هسه على الاقل انطوا شهداء. زين شو طالب الحكومه بخصوص المدارس المدمره اللي صار لها سنتين ونص لحد الان ما كملت؟ ولي ابو ام جسور ما عملوا، دي يعملوا لك مدارس، روح اطلع الخامس هسه شوف الارتال مال الجسور، السيارات الكبار الباحه بالليل لي باب سنجار، انت تقول لي مدارس؟ هم جسور ما عملوا، دي يعملوا مدارس. الواقع التعليمي مهم بالمدينه، ضروري انه يهتمون. ما يا اخي نحن لحد الان مدير تربيه ما عندنا، مدير تربيه، مدير يوميه، جت فلانه وجت فلانه، اخي فلوس. اخي نحن شغلتنا ما عندنا اللي مكون اللي يمسك المحافظه، ماكو. والله الحل بيد الله. فرهود. فرهود ايش؟ فرهود الله وكيلك. فرهود، نحن ما اقول لك بوك، فرهود. كل واحد عنده جماعه يشتغلون بكيفه. هذا واقع الحال بنينوى. والله المدينة يروحون انه مجلس محافظة على الرمادي، شوفوا الجسور يا اخي، نحن كله تلزق، مشى واحد الحين ياباني نفس الشيء. شو طالب الحكومة بخصوص هاي المدارس المدمرة اللي صار لها سنتين ونص لحد الان؟ خلي يبنوها، زا يبنوها، ما عندهم فلوس؟ عندنا نفط وخيرات وكل شيء عندنا، ما يقدرون يبنون مدرسة؟ بعودة الاهالي المنطقة ايضا في المنطقة القديمة اذا دخل يبنون المنطقة القديمة، كلها بيوتها واقعة وفوقهم ابو الخيم. ممكن اذا رجعت المدارس ايضا ترجع؟ ان شاء الله. عشان ما ترجع ضروري طبعا، اللي عنده اربع اطفال خمسة اطفال بالخيم وبيته واقع، وين يرجعهم؟ حتى مدرسة ما يشوفون، وين يشوفون؟ خلي هاي الحكومة تبني هذا ورزدي، ترجع لنا المحافظة، تبني المحافظة، خلي يبنون زا يكافي 11 راح بعد اشغال. رايك انت هاي ك 100 مليار دينار لاعاده اعمار مدارس الموصل، يعني شلون تشوفها انت كاموات الموصل؟ ممكن راح تتعمر المدارس ام لا؟ ان شاء الله تتعمر، نحن نتامل خير ان شاء الله. زين اكو مدارس مدمره بهذه المناطق في الايمن؟ اشو ماكو، ثلاث ارباع المدارس مدمرة بالأيمن، يعني مدمرة أكثريتها المدارس؟ إيه مدمرة بالكامل، ثلاث أرباعها مدمرة. ما عادت إلى العمل لحد الآن؟ أكثر المدارس يعني الطلاب يجون من جوا، من القديمة من جوا يجون لينا على باب جديد على العراقية. زين أنت كمواطن تريد مدارس يبنون جديدة لو القديمة يعمروها؟ يعمروها يبنوها جديدة، إيه طبعا 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 أكيد. زين هل يتم توزيع قرطاسيه على الاطفال في المدارس؟ اي يداومون الطلاب وتبين. كل سنه يوزعون ولا؟ ما ذاك عملوا، اشترينا من جيبنا الخاص نحن. يعني ما ماكو، لا ماكو.